حيوي دجاجة نار اشتغلت سيارتي. هف هف هذا الشوي قايل لك بصلحها، لو انك موديها ورشة كانوا معطوا منك 500 ريال. كفو والله كفو والله يا الفتى الذهبي، عشان كذا خذ هذي احلى احلى قطعة لحم الاحلى عامل. هوبا عاد حقاك الشوي البطل، عاد هذه الخلطات السحرية خلطاتي انا وتركي. كويس انك قلت انا وتركي كويس. خلاص يا شباب صلحتوا اللمبات. يا اخي ازعجنا جوحة ذا يا اخي، تراك الناس الكولمبة. ما عرفك يا مسكين، هذه من اختراعاتي، اوفر لك من حمل الماطور. كفو يا كفتة يا عيال، هذا كان اول مرة يجي البر، من يوم ما جاء هو قاعد يصور السبك. تعال يا سبك تعال صورنا. يلا عيال كفايات وحركات، يلا يا شباب اضحكوا. والفائز الأول بجائزة لغة الطبيعة هو المبدع ياسر محمد. أتحداك تفوز. أخبار أخبار أخبار، إيش عندك أنت؟ ياسر حصل له جائزة ب50,000. إيش الفكوك وش الف 50,000؟ تتذكرون يوم كان يصور في البر؟ أيوة، شارك في مسابقة وفاز. والله عيب عليه، إحنا خويانا المفروض يوزع علينا 50,000. خله يشبع بجائزته، كلها تصوير طاخ طيخ وتطلع لقطات، ونجيب جائزة أطلق من جائزته. أقول لك خلاص أخلص علينا بس. بالله وش رايك؟ ما تحس فينا بدع مدفون؟ يا عمي وش اللي بدع مدفون ولا مندي ولا مضغوط؟ اسكت بالحلال، خلي الرجال يركز، هذا ابداع بصري. ايش فحمكم انتم؟ ايش دخلك انت؟ شباب عندكم غير الهوايه هذه؟ وش جو ام التحطيم ذا اللي مال ام داعي ها؟ تبيني افصل عليك الحين؟ لا يا اخوي لا لا، وش دعوه؟ انا كان كل قصدي اذا عندكم موهبه غير هذه تكون افضل. ايش قصدك؟ الصور دي ما تنفع؟ يعني ما في جائزه وفلوس؟ يا شباب ابحثوا عن الشغف اللي بداخلكم، شوفوا ايش الموهبه اللي تناسب احساسكم. ايش يقول دوروا احاسيس؟ والله انا بقاله. مين نجيب احاسيس ومشاعر؟ انا من يوم شفت وجهك يا النكبه اللي بس يطلع على رجلين يا غبي وانا غاسل ايدي. يعني انا؟ لا امي من اجل. اي فوق يا نادو، ترى ما له داعي نفصل قدام العالم، نروح الاستراحة كذا نتفاهم. انا مالي خلق اروح الاستراحة، ابى اروح اريح بالبيت. قايل لك اليوم خربان من يوم شفنا وجهك، امشي. هيا هيا هدوا هدوا. اي اليوم يومكم يا عيال، وما للخوي إلا خوية، وانتم حزامي وقت الشدايد. من الديب حاضرين طاقة جلنطات أي شيء. أنا اكتشفت الموهبة اللي بداخلي وتجري بعروقي وأحبها ومتأكد أني ببدع فيها. إيش هي؟ يا أبوي إيش بكم أنت رميت الشيء ده كده وحزايم وشدايد؟ إيش الهرجة؟ الكورة، الكورة موهبتي من الصغر وأنا متأكد أني ببدع فيها، بس أبيكم تساندوني وأسجل في نادي. 501 كبير، 502 يا معلم، 503 روح، ميسي يا بطل، 504 أقهره، 505 أستاذ، نمار العام، 506 كبير تعرف عليك، 507 برافو، 508
يا طويل العمر يا طويل العمر جبنا لك لاعبنا فذ فذ جبنا لك لاعبنا كفو كفو لاعبنا فلته فلته والمطلوب؟ المطلوب انك تعطيني فرصة وتشوف امكانياتي، وإذا قفل التسجيل عادي سجلني هاو. طيب ما دامك متحمس كل هالحماس بنعطيك فرصة وبنخلي المدرب يشوف مهاراتك. كفو يا الذيب. أتحداك النادي البطل. صدقوني يا عيال أمنية حياتي إن أسجل في نادي الهلال، والحمد لله تحققت. الحمد لله تحققت، الباقي الحين خلها على تركي. أكلمك المدرب شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقدم لك الكابتن عامر الفتى الذهبي حق حارتنا، أطلق واحد يفت كورة. طيب وأنا أقدمك نفسي أنا تركي المدرب الخاص حقه طبعًا، ما راح تلقى زيي. تفضل كابتن عامر. تفضل ارتاح بالمدرج. أنا المدرب حقه أقعد جنبك. تفضل بالمدرج. خلاص روح خلنا ترزق الله. روح. أقول أمشي. أقول انقلع. ده يمشي دلوقتي. ايش يا اخي؟ الله العب ورا ما يناول ذا. لو سمحت يا كابتن ورا ما تدخلني، انهي لك المباراه بثلاث دقائق. روح حمي روح حمي. كفو يا الذيب. روح يا فتى الذهبي. يا كابتن يا نزل عامر يا اخي. ياهو نزل ولدنا. ياهو نزله يا اخي. عامر حكم معليش يا كابتن باخذ فرصتي معليش. حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر. قم يا عامر يا اخي حسدوك والله حسدوك. كابتن ناول هنا هنا كابتن كابتن ناول ناول ابو شوشه انت هاي ناول كابتن هنا معك. بس يا اخي عط عامر يا اخي عط الفتى الذهبي. ايوه اعطيله عطوه فرصه دي. هنا هنا كابتن هاي شوشه يا ابو شوشه. اوه ايش هذا؟ خط الخانه. خلص خلص حط هنا معك ناول ناول هنا يا هو. اوريك ابو شوشه اوريك. ايه يا ايه ابو شوشه اعطيه. اه ناول ناول كابتن كابتن هنا معاك. بيستهبل هذا ولا بيستهبلون؟ اوبا نكبه كله تيروريتا. وراك تمسك الكوره. يستاهلون. اقول لهم ناولوا ناولوا ما يناولون. خلى الانانيه تنفعهم. عامر جاب الطاعة يا عيال. دزوا يا عيال خليه يهج. ياوا لا تزعل نفسك، الإنسان عبارة عن بني آدم، يفشل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. تلايط ها يا أخي. هب لي فرصة عشان أمثل. أنا أحس إن الكوميديا تقتل مني. بالله عليك ما ضحككم دايم. طيب أتحداك تقلد ديك ياباني. أم عاد شنكك كوكو، وإذا مات عاد حداك تعرف تمثل.
لولاك يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب لولاك يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز أيوة لولاك يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب لولاك يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز أيوة هات الصاج اشوي البرجر جيب الشيز والمايونيز هات الصاج اشوي البرجر جيب الشيز والمايونيز لولاك يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب لولاك يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز لولاك يا البرجر ما جيناك يا الكاتشب لولاك يا الكاتشب ما جيناك يا المايونيز هيا لا 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 هلا هلا بعامر هلا بعزواتنا هلا بالفتى الذهبي يا شيخ هلا والله ما هو هذا الفن والابداع حرام تضيعون موهبتكم هذه هو صادق ابشر بعزكم يا عيال شهرتكم على يدي اذا ما دخلتكم الفن من اوسع درايشه ما اكون عامر شلوني امثل معاكم احس ان الدراما تمشي في عروقي اقول ترى بارنك في الملح وش الجبهه اللي انت جايبها عندنا ما عليك منه تروك ابد يا عيال انا اعرف واحد خوي يشتغل عند شيخ بس نبي نشوف كلمات كذا من شاعر مطروخ ونروح له انت تلحن والذيب ذا يغني فهمنا فهمنا حساس زينا حساس ابد يا عيال اذا ما انتجت لكم البوم على حساب الشيخ ما اكون عامر خلاص حولت خط بيتك من 110 إلى خط 220 وأنصحك تركب لمبات ليد نورها قوي وصرفيتها خفيفة الله يعطيك العافية يا كفتة كم حسابك بالله؟ عيب عليك أنت جارنا وصاحب أبويا الله يبارك فيك يا كفتة وما قصر جزاك الله خير فمان الله فمان الله يا كفتة حفظ الله مع السلامة أتحداك يا السيارة البطلة هذه إذا دخلت البيت تحطها مخباتك الله يعافيك حبيبي سام ما بغيت لا بس ترى الجنوط أبو كلب يعني لو أكلت مطب على السرعة ممكن تنكسر شلون عرفت؟ يا حبيبي لو تبيني أفصل لك سيارة قطعة قطعة مسمار مسمار فصلتها وأتحدى أطلق فني رأيك كذا يعني؟ وعلى فكرة المراية لو تغيرها من الفضي للسودة تطلع أحلى مع الديزاين ما قصرت يا غالي بس ممكن تعطيني رقمك عشان أتواصل معك إذا بغيت شغلات في السيارة أبشر بعزك 0565 اسمع يا الحبيب أنا من زمان ما طلبت منك فزعة واليوم أبي وقفتك معي آمر إيش بغيت؟ أبد عندي اثنين من أخوياي واحد يحب يلحن والثاني يحب الطرب ويبون واحد يسندهم إيه فهمتك فهمتك يعني إذا طويل العمر عنده قصيدة منا ولا منا ومبتلش فيها عطني إياها أخلي الشباب يلحنونها ويغنونها تصدق في قصيدة يحبها الشيخ وعطاها كذا واحد يلحنها ويغنيها بس ما ضبطت أبا أكلمه ويعطيكم إياها إن شاء الله كفو يا الذيب شوف صديق حط على البرجر طيب شوية فلفل أسود مع شوية كمون ولو في ثوم مطحون لحن لي حط لك ربع ملعقة اعزف يطلع لك الشغل كذا ملخبط زي اللام معزوفة ولحن يروع حبيبي شوف خلي استوى نص استوى يعني بين وبين طيب كبير كبير أيوة بيتهوفن يعني خير يا شباب في شيء مين ذا اوه هذا بيتهوفن حق انا صاحب المطعم واذا عندكم اقتراحات او شيء قولوا لي لا ما عندنا اقتراحات بس احنا لنا كذا مزاج خاص ولمسات في الاكل يلا بالعافية أجل دربد كي هال هي صديق هي ما في معلوم هي سلامات هي ملحوس أنت ملحوس بالله عليك ما أنفع في دور هندي بالله بس أنتم ما أعطيتوني يا أخي وجه ما أنت بعاقل يا شاروخان سلام 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 ورحمة الله على أحلى عيال كيف الحال جبنا لكم أحلى همبرجر راح تأكلون براطمكم ورا يا عيال خلوا الأكل عندي لكم خبر يحب قلبكم اوف ما دام عندك خبر والعلومه الزينه دي كفته سوي لنا كاستين شاي كذا اتشهي بابا هي اتحداك يا التفحيط الهنديه من كفيله يا عيال هذا اترك عن كفته تعال اعلمك يلا يلا وهذه احلى بياله شاي الاحلى عام واتفقت مع الرجال وعطاني هذه القصيدة كفو يا أخي أنت العراف حقنا كفو بس أهم شيء تلحنون لها لحن البطل علشان ما تفشل مع الشيخ ها تفشل معقولة حبيبي شغلت مين شغلتنا شوكوش وتركي حبيبي
إن ما لحناها وشعلناها وخلينا الشيخ يصيح ويتسدح ويقول يرحم والديكم وبطلع لكم ألبوم، ترى ما عندنا سال. كفو يا عيال. السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفا وش هركود وش ذا السكوت؟ سمعونا وش عندكم؟ أنا الشاعر الهيمان، شعري ما في زيه، أعيش الليل حيران بين روحة وجية. أيوة أنا الشاعر الهيمان، شعري ما في زيه، أعيش الليل حيران. بس وش ذا؟ وجع عندي وجع قلبك، وش هذا؟ شو طال عمك؟ في شيء الله يحييك؟ أنتم لاعبين بقصيتي؟ لا 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 لا، بس عدلنا عليه عشان تضبط معانا. واللحن مسروق بعد، هذا 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 مو هو بلحن حمام جانا مسيان ولا سلم علي. لا لا مو هو باللحن مسروق، احنا اخذنا شوي منه وحطيه، يعني تعرف مو يعني. اقول قم 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 قم، ادلف انت وياه قم ادلف. هو صادق عليكم تسرقون الالحان؟ ما عليك منهم يا شيخ، هذول الزلايم ما دريت انهم سرقين اللحن. اقول وانت الحقهم، اخلص الحقهم اكحص انا. اي انت حد الله. حمام جانا مسيان ولا سلم علي ولا سلم علي. سلامات يا الحبيب، ملحوس انت ملحوس. لا يا ابن الحلال، شو فيك يا عامر؟ هذا النيجاتيف حق شاني شابلن. قايل لكم اعطوني فرصه لكنكم غيرانين مني. اما غيرانين مني ما انت بعاقل يا عادل امام. كفته بالله يضحكنا، سو حركات. اي صح، ناقص ناقص. هلا 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 بالحلال. ايوه انزل انزل تحت تحت تحت. يمين يسار يسار، واسبح هلا واسبح ما تقلش ذا واسبح روح. هلا هلا بالمهرج هلا حداك يا كبير. الله بالله شوف يا عيال، كنا شنبة مايل. مرحبا. هلا بالعيال، افتح 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 افتح. شكوش؟ مو كنا الخلطة حقتنا؟ تصدق قريب منها؟ لا هي خلطتنا. زين انكم جيتوا، صراحة كنت اتمنى اني اشوفكم والقاكم واخذ ارقامكم واتعرف عليكم. عفوا من معنا لو سمحت؟ انا صاحب المطعم وخليت الطباخ يسوي نفس خلطتكم ذيك اللي سويتوها قبل فترة، وصراحة عجبت الزباين، وانا عندي مشروع قوي وما ينجح الا فيكم. موافقين موافقين. وش ذا الرقم الغريب؟ النشب. الو هلا. ايه معك عامر. ايه عرفتك عرفتك، امرني الحبيب. طبعا زي ما انت شايف هذه الورشه وتحتاج شخص فاهم مثلك في تعديل السيارات. ازهلها يا شنب. طبعا الراتب راح يكون 10,000 وباذن الله النسبه راح تكون 20% على كل سياره. اتحداك يا شيخ 20% 20%. ان شاء الله ما تغير كلامك. ان شاء الله. كفو يا الدين. كفتة كفتة، تعال تعال تعال، الله جابك، تعال تعال تعال. شلونك؟ لا تقول لي فقعت اللبات عندكم. الله لا يجيب الشر يا ابن الحلال. اسمع، في طال عمرك شغلة على كيف كيفك، هذا واحد من عيال عمي شغال على إنشاء مصنع صغير ويحتاج واحد فاهم في الكهرباء مثلك طال عمرك، وشغل تخفيف أحمال الطاقة. وها هذه بسيطة، لا تشيل همه. يلا عيال صورة جماعية. تشيز. مر كيف بديت؟